السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي. اليوم ان شاء الله في الحلقه غنتكلموا على السحر المرشوش. بعد الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السحر المرشوش هو واحد السحر اما تيكون بطلاسم في ورقه تذوب في ماء او تذوب في دم او نجاسه من عزكم الله بولين او غائط او نجاسه او دم لذبيحه او ماء خبيث او ماء الحمام او اي شيء خبيث، ثم تكتب في طلاسيم عزائم اقسام مثلثات مربعات ثم ياخذوا ذلك الفاعل لكي يفعلوا المفعول به. إذا لم يستطع الوصول إليه لدفنه في منزله أو لدفنه في محل عمله أو في أي مكان من الأماكن التي يريد، فإنه يجعله سائلا، إما يجعله في إبرة، إما يجعله في 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 قنينة أو يجعله في شيء من الأشياء. دائما هناك المكر وهناك ذكاء، والشياطين دائما موجودون لتجديد الخطط والمكر لأوليائهم. المهم نتوصوا سيدي، فحليت الباب لقيته مرشوش، اشنو غنعمل؟ خرجت من الدار حليت الباب ما لقيتش الباب مرشوش، مشيت لقيت السيارة مرشوشة، ما لقيتش السيارة مرشوشة لقيت مقر العمل مرشوش، ما لقيتش مقر العمل مرشوش لقيت شي حاجة تخصني مرشوشة، إما غنلقاها صفراء، إما غنلقاها سوداء، إما غنلقاها لزجة، اما غلقها كريهه. الى لقيتها صفراء هذاك راه سحر التوقيف، الضجيج، الطلاق، البغضه، الشجار بين اهل المنزل، هذه صفراء. هذه شي حاجه تخص الصداع ديال مورين الدار وتفارقوا الابن مع مو، ابن البنت مع امها، المراه مع راجلها، المراه باش تطلق، الله يحفظ، بزاف ديال المسائل. الى لقيتو لزج وكريه الرائحه هذاك راه جنون، تمريض، إذا غيش الفلاش، ديما غادي يجي عند الطبيب وهو ما عارفش شنو بيه، يعني شي حاجة تخص بالصحة، وقبل ما تيجي داك السحر ترش، هذاك الساحر ولا ديك الساحرة ولا داك الكهان ولا ديك الكهانة، تيخدم بسحر الإبر، شنو هو الإبر؟ تيرسم صورة لك الشخص، سواء ذكر أو أنثى، وتيشد برا. واي عضو دخل في ديك البرا وعزم ديك العزيمه، راه نتكلم على السحره المحترفون، السحره الماهرون، راه من فوق ما ظالمون كافرون، ولكن هاد السحر ما تيطلعش من والو. هادشي تيختلف على السحر ديال العيالات العادي، ولا السحر ديال الرجال العادي، ولا السحر ديال السحار العاديين. هذا السحر تيكون سحير، يعني خدام مقربين لابليس، مقربين من المردة ومن العفاريت، لأن أخطر الجن هو المردة والعفاريت، الوصف ديالهم ديال الشيطان، تكون هما عندهم جيوش، عندهم حكم، تكون ملوك كبار، والملك لله الواحد القهار. ثم إلى لقيتو لزج وما فيه رائحة، هذاك راه السحر على الفشل ديال الابناء ديال المنزل، باش ما يقراوش، باش ما يتعلموش، باش ما يخرجوا بليين، باش بزاف ديال المسائل. الى لقيتو جاري ما في رائحه، هذاك راه تعطيل على حال نوع معين. اشنو هو تعطيل؟ بحال داك السيد عنده واحد الحانوت تيمشي تيفكو تترزق فيه الله، او وظيفه او كذا وكذا، صافي تولي الخمول، تولي الكآبه، صافي مابقاش باغي يمشي للخدمه، شاريه في الدار، خليوه هنا ونرجعوا ليها. غنوض سيدي غنحل الباب، اش غندير؟ غنصيب هاد المسألة، ما نتخطاش وما نخرجش، ما نتخطاش وما نخرجش. تترجع 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 تترجع، ما نتخطاش وما نتخطاش، ما نتخطاش وندير الملح، الملح دائما تكون عندي، الملح حجر في الدار، هاد الملح خاصه ما تخطاكمش، العرعار، الخزامه، المسك ابيض، ما ورد، ما زهر، زعفران،
ونقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. وحد آية شريفة جليلة في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكرروا 21 مرة أو 71 مرة أو 111 أو 314 هذاك الماء الرش. الله الذي لا إله إلا هو لن يضرك شيئا سيبطل كل شيء ونخرج فوقه. هكذا في سيارة، في مقر للعمل، في مقر لي، في أي شيء. لأن الشياطين المتمردون على منهج الله في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني ما كانت تتلو الشياطين أي أيام ملك سليمان، ولكن ما هي قصة الملك سليمان والشياطين؟ الشياطين كانوا قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الله قد مكنهم من القدرة للاستماع إلى أوامر السماء ونازل إلى الأرض، وكان السماء الأوامر تلقى من الملائكة ونقولها إلى أئمة الكفر، ويزيدون عليها بعض الأكاذيب والخرافات، فبعضها يكون على حق والأكثر باطل، كحديث أمنا. وذلك قال الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين يحون لأوليائهم ليجادلوكم، سورة الأنعام. الحديث الأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، قال: يا رسول الله، لماذا ذلك العراف يقول لنا الكلام يقول كلام أو يقول لنا كلام ويكون كله صحيح؟ قالت: تلك كلمة يقولها الجني فيزيد فيها ذلك العراف وذلك الكاهن 71 كذبة. في السياق المتصل للحديث، لأن الشياطين قبل نزول القرآن الكريم يسترقون السمع، ولكن عند بعث الرسول صلى الله عليه وسلم امتلأ ذلك كله عنهم، حتى لدى الشياطين خرافاتهم في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم أو في القرآن. وذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجن: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. سورة الجن، أي أن الشياطين كانت لهم مقاعد في السماء تقعد فيها لتستمع لما ينزل السماء للأرض لتم تنفيذه، ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعالى الشهب. شي مرة نكون أنا مريح في الليل، تسمع لي واحد كبة ديال العافية هابطة من الناس ميزو من السماء، هذيك راه داك واحد الجني بغى يطلع يجرب ولا بغى يسترق السمع. الشيطرة الشيطرة أن تيكون باغي طالع على نيزو هو، تيكون من الجن المغفلين باش يسترق السمع، ولكن راه ولا الدارة ديال الحديد السماء الأولى. ثم كاين الحراس، كل سماء فيها حراس من الملائكة الكرام، ثم تنزل عليه العذاب، تبقى داك الشهاب تبقى تابعو تيحرقو، وهو الجن في الرؤية على بالك تحرق بالعافية، شريت في العافية تحرق صحيح، رغم أنه كاين واحد النوع ديال الجن هو ناري صافي تحرق صحيح. ثم أن الجن على بالك في رؤية أو حد الناس ملي مرضى تولي بالي من الجن أن شعل فيه العافية، أو في رؤية أن شعل فيه العافية، أو عرف أن راه بالصح شعل فيه العافية، حيت هو ملي يتحرك يتحرك صافي، ولكن حذاري أن تقوموا بحرقه بالقرآن أو تقوموا بقتله، حذاري ثم حذاري. دابا راه شحال من واحد الهضر ديالي غيقول هذا غير هضر، لا اللي عارف وعارف اللي تنهضر. كن على يقين أخي أختي المعالج أيوا المعالجة أن الجن ينتقم، تحسن تتقنع، تقرأ تتقنع، دير اللي عجبك. لا بدو حال النهار قبل وضوء، لا بدو حال النهار قبل ذكر، لا بدو حال النهار غادرك الناس قبل صلاة الفجر، أو لك تتمحسن كمعالج ودائما في الذكر وفي إلى آخره، غيرجع الأبناء ديالك، غيرجع الزوجة ديالك، غادي يرجع العائلة ديالك، غادي يشيك في مسائل أخرى وانت ما تتعيقش بيهم. وخذ مني بنصيحة من أخ لأخ ومن أخ لأخت، لا أقول هذا خوفا من الجن أو من شياطين الجن حاشا لله، هذه حكمة. تركت في حالكم النهار الأول، ولكن عندما مشيت عند الشيوخ وقالوا لي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: لا تتمنوا لقاء العدو، لهذا الموعظة حسنة أو يخرج في حاله لكم دين أبو الهدين، إلا في حاجة إلا طاق العهد باليد اليمنى
وخرج وإلى آخره، ورجع غتوعدو تاني. الثالثة كما تنقول الدارجة شريعة النبي شرعا، كما قال أحد الشيوخ، شي إنسان لظلمك فاشهدوا من الله أربع شهادات، إذا كنت صاحب حكمة أو صاحب قوة، القوة لله جميعا، أو صاحب شيء، إنسان أشهدوا من الله أربع شهادات، هي في السنة كاينين ثلاثة ولكن هي الشيخ قال لك أربعة، شيخ حكيم، إلا ما بغاش ما يلوم إلا راسه، يعني ذاك الإنسان لبقى زير ذاك الظلم ديالو وعيق بزاف، عيق 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 لدرجة أنه ما بقاش يشوف حتى كحقرك أو ك ما راعاش هذيك الطيبوبة ديالك وهذيك المصارعة الأخلاق ديالك ولا ديك الشيء تصرعيتي منه وداك الشيء اللي إلى آخره. إذن قلنا احنا صحيح الرش هكذا، واتبعوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا في واحد السر عظيم، وأنا شخصيا أعملوا بها فيها أديرة، فيها السر هاد الآية هادي، وفيها والعلماء خرجوا من العجب المعجب هاد الآية هادي، لأن آية جليلة، لأن تبطل كل شيء بأمر ربها، على وزن تدمر كل شيء بأمر ربها في كتاب الله. ثم أن من تندير هذه المسألة هذه، حاول نجمع الأبناء ديالي ونجمع الزوج ديالي ونجمع المسائل ديالي ونجمع الوالدين ديالي وندير واحد الحصة، مثلا بحال تسحرش شنو هو اللي يخدم معاه، صورة الحاقة، صورة الجن، صورة البروج، صورة صاد، صورة انشقاق، صورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب، كل نفس لما لها حافظ، ونزل المخلوق لقى بما إن دافق نخرج من الصلب ترى ابن الرجل قادر، والسماء ذات الرجل الأرض ذات الصدع، إلى القول الفصل وما هو الهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فما هي السماء بغينا نوصل لكم واحد النقطة، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب، كل نفس لما لها حافظ، ونزل المخلوق لقى بما إن دافق نخرج من الصلب الترائب، إلى الرجل قادر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إلى القول الفصل وما هو الهزل، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فما هي الكافرين أمهلهم رويدا. نكمل هنا ثم رجع، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب، نفس لما لها حافظ، كل نفس لما لها حافظ، كل نفس لما لها حافظ، تنقراها كاملة ورجع، ملي رجع الحافظ نكرر مزيان صافي، راه ما تضركش شي حاجة بإذن الله. هذا بما يخصو السحر المرشوش. أما في السحر النار، السحر الناري شنو العلامات ديالو؟ تدخل الرجل الدار تلقى مرتو تتصدق شاده تضرب فيها تعطيها، او تصدق داخل في بيدرينا، او مهرس التليفون، او مهرس التلفازه، الغوط، الصداع، هذا السحر الرش بوحدو، هذا السحر النار. اش غنقرا؟ غنجيب نفس المواد واش غنقرا؟ غنقرا بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ايام سوره الاعراف، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ونكررها ونعوم بها ورشوا بها. هذه من جهه، الجهه الثانيه تدخل الدار وتمشي للعمال والشارع تشتني واحد الخوف، ولا نسبب الا جاتني شي استدعاء نخاف، شي برا نخاف، شي خبر نخاف، دق عليا شي واحد من الدار من السلطه تنخاف، حتى واخا ما يدير والو بحال شي غرض اداري شي نخاف، واحد الخوف مبالغ فيه. غنجيب واحد الماء عادي، وبالاخص ماء البئر، في هذا السر عظيم، ماء البئر في سائر في سر عظيم، ونقرا عليه ايه الكرسي 21 مره، ونشرب هذاك الماء ونرش به، والله عز وجل غيطفي ديك الخوف اللي في سميتو اللي في الجسد ديالك، في العقل ديالك، ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك، لا اله الا انت، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.